بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fifth grade. Good morning, everybody. How are you? I hope all of you are okay. You are welcome to a new class of English school, English lesson. Today we are going to talk about language building. Open your books, please, على language building خامس. اليوم إن شاء الله رح يكون آخر درس بالوحدة الرابعة. Read about it. بدنا ناخد اليوم types of, kinds of, sorts of. هدول الثلاث كلمات بنستعملهم لإيش؟ Look here. Type مفرد. لما أزيد لها الأس بتصير types مجموعة. Types of. Kind و kinds of. Sort و sorts of are used to show variety. إحنا بنستعملهم هدول الكلمات الثلاثة سواء sort of, kind of, type of. يعني إشي من مجموعة. هدول بستعملهم لحتى أعكس أو أحكي إشي عن التنوع الفرايتي. When the noun that follows type of, kind of, sort of is singular, you write type of. يعني هلأ types of والkind of والsorts of بستعملهم لما بدي أحكي عن إشي من أشياء مختلفة. الثلاث كلمات بمعنى نوع معين من أو يعني شغلة معينة من مجموعة شغلات. هل حتى ايش اعكس التنوع يعني اشياء متنوعه بدي احكي نوع معين منهم. هلا شو الفرق بيناتهم؟ ما في فرق. ما في فرق بيناتهم، بس بدنا نعرف انه التنتين سواء كانت تايب لحالها او كايند لحالها او سورت لحالها بستعملها لما يكون وراها اسم مفرد. هلا كلياتنا بنعرف اس الجمع، إذا ما قلت تايب قلت تايبس بصير الاسم اللي وراها لازم يكون جمع. يعني باختصار ممكن استعملهم للسنجولر ناون والبلورال ناون على شرط انه الاسم المفرد لازم يجي بعد تايب اوف او كايند اوف او سورت اوف. اما اذا كان الاسم مجموعه بدي استعمل. اذا خلينا نشوف الرول هنا، القاعدة شو بتقول؟ بتقول when the noun it refers to is singular it should be singular. يعني زي ما قلنا إذا كان الاسم مفرد لازم يجي بعد type of مفرد، لأني قلت type مش types بدون أس الجمع. kind of هذا لازم يكون وراه اسم مفرد. sort of لازم يكون وراه اسم مفرد. أما إذا قلت types of لازم يكون وراء اسم جمع. The same thing as kind, kinds of لازم يكون وراء اسم جمع. Sorts of لازم يكون وراء اسم جمع. هون when the noun it refers to as plural it should be plural. هلأ من خلال الأمثلة رح نعرف. هلا open your student's book يا خامس على التمرين اللي تحته على طول. الكاتيجوريز هون في عنا جدولين، واحد خصصناه للسنجلر والثاني للبلورال، وبناء على sentences read the sentences then put the sentences in the right columns. هلا في عندي 6 sentences، في عنا 6 جمل، بدنا المفرد نحطه بالمكان المناسب بالنسبة للسنجلر، والجمع بدي أحطه بالعمود المناسب للمجموعة. يلا هلا what kind of meat do you want to eat؟ هلا kind of في أس هنا؟ لا. إذا kind of بدي أستعملها على أساس إنها لازم يجي وراها اسم مفرد. هلا الميت اسم مفرد لأنه غير معدود، بدنا نعتبر الميت اسم مفرد. ليش؟ لأنه مش معدود. إذا هلا بما إنه الاسم الغير معدود لازم أعامله معاملة المفرد، إذا لازم أستعمل إما kind of أو sort of أو إيش التالت حكينا؟ kind of sort of أو type of. المهم إنه ما يكون في هون أس الجمع، يعني kind of وراها اسم مفرد. لو قلت kinds of لازم يجي وراها اسم جمع. بما إنه هاي عنا اسم مفرد بدي وين احطها؟ هاي بدي اسحبها واحطها مع وين؟ مع اذا هون حكينا زي ما حكينا انه اللحمه هي
تعتبر اسم مفرد حطيناها وين؟ بالسنجولر. Look at the second sentence. What types of jeans do you want to buy? طلعوا هون type of بس حطينا اس الجمع. إذا types of لازم يجي وراها اسم سنجولر ولا بلورال يا خامس؟ بلورال. إذا هيو جينز. What types of jeans do you want to buy? أي نوع من الجينزات أنت بتحب تشتري؟ إذا بما أنه هون اسم جمع لازم أستعمل types of وليس type of. هاي وين بدنا نسحبها؟ بدنا نسحبها ونحطها وين؟ على البلورال كولون. يلا the third sentence. What sort of music do you like? هلا على طول قبل ما أعرف sort of أو kind of أو type of singular ولا plural بطلع هون على الاسم اللي وراها. بما انه الميوزك اسم غير معدود اذا لازم we consider it as a singular. الاشي اللي مش معدود يا خامس بدي اعتبره على اساس انه اسم مفرد. وبما انه هذا اسم مفرد اطلعه sort of وليس sorts of. برجع بعيد اذا كانت sort of لازم يكون وراها اسم مفرد لانها بدون اس الجمع. وإذا كان معها أس الجمع لازم يكون وراها اسم جمع وبحطها بعمود الجمع. إذن هون what sort of music بدي أحطها مع مين؟ مع السنجلر. يلا sentence number four. What kinds of foods are they serving? What kinds أس الجمع. What kinds of على طول بما إني قلت kinds في أس الجمع إذا الاسم اللي وراه لازم يجي مجموعة وهي هو حط لي foods. إذا أي أنواع الأكل هم عمالهم بياكلوا على طول بدي أسحبها وين أحطها؟ بالبلورال كولون. Number five. That's the type of food I like. ليش قال food هنا؟ هون حكالي foods معناته أنواع من الأطعمة. هون food إذا نوع معين. What type of food I like? That's the type of food I like. يعني هذا النوع اللي من الأكل أنا بحبه. إذا إيش؟ عمالي بحكي عن نوع واحد. ما قلتش types of. قلت type of. ليش؟ لأنه هنا مفرد. عشان هيك استعملت type of بدون أس الجمع. The last one. These sorts of problems are hard to figure out. هاي الأنواع من المشاكل صعبة لحتى تنحل. مثلا هون problems اسم جمع عطول بتطلع على اللي قبلها اما بقول types of او kinds of او sorts of ان المشكلة عندي بوجود الاس او عدمها. اذا sorts of مجموعة يمثل اسم الجمع وراه فعلا problems وليس problem. اذا بدي اسحبها واحطها وين؟ بالبلورال. good. يلا خلينا نعمل التمارين تبع الورك بوك. open your workbook يا خامس. في عنا write it fill in the blanks with the correct phrase from the box. هلا بدنا نعبي الكلمات حسب وين موقعها الصحيح. راح احل معكم ستة وابعت لكم اترك لكم مجال ربع ساعة نص ساعة وبعدين ببعت لكم حل الاربع جمل التانية ان شاء الله. يلا هلا في عندي kind of لازم يكون وراه singular. Kinds of لازم يكون وراء جمع. Type of لازم يكون وراء مفرد. وtypes of جمع. Sort of مفرد و sorts of جمع. خلينا نشوف هون. What box do you like? What box do you like? ممكن أحط إما kind of بطلع شو هذا الاسم مفرد ولا جمع؟ جمع. إذا شو بدي أختار؟ إما kinds of أو types of أو sorts of. التلاتة نفس المعنى. أي نوع من الكتب أنت بتحب بس بدي أنتبه إنه أستعمل الأشياء المجموعة. إذن هون ممكن أجيب sorts of وممكن أجيب kinds of كمان أحطها هون. واحدة من التلاتة بإمكانكم تستعملوها. نعم مش أوكي. هلا ممكن نستعمل sorts of أو kinds of أو types of وين عندي نقطة الحل وجود أس الجمع. بما إنه هون في عندي أس الجمع إذن بدي أستعمل واحدة من المعهم أس الجمع. وبرجع بكرر إنه ممكن أستعمل sorts of أو kinds of أو types of. المعنى
مش مشكلة عندي لأنه نفس المعنى. وين أنا بحكي بس وجود أصل جمع. الثانية which فراغ desert do you prefer؟ أي نوع من الحلويات أنت بتحب؟ بما أنه desert حلويات هذا يعتبر اسم غير معدود، وإحنا اتفقنا أنه الأسماء غير المعدودة لازم نستعملها كاسم مفرد. إذن أي خيار من هون ممكن أستعمل sort of أو type of أو kind of، أي واحدة من الثلاثة المهم تكون إيش؟ مفرد. kind of desert ليش؟ لأنه هذا مفرد، لازم يكون هون عندي kind of وليس kind of اسم الجمع. الثالثة look at all the those different فراغ foods. بتطلع الاسم هون foods جمع ولا مفرد؟ it is plural so I have to choose إما types of أو kinds of، بس يعني يا إما types of يا إما kinds of نفس المعنى، نوع من أنواع الأطعمة. بس ليش قلت types of وليس type؟ لأنه هون عندي foods جمع، لازم أستعمل واحدة من اللي بتعكس استعمال الجمع. اللي وراها I want another of furniture. I want another type of أو kind of أو sort of furniture. Furniture هو مفروشات، اسم غير معدود، وبرجع بعيد وبكرر إنه الاسم المعدود لازم يعامل معاملة المفرد. عشان هيك لو قلت لك يا خامس بستعمل sort of ولا kinds of، لا بدك تقولي لي مس sort of. وهلأ بعمل لكم حل بالأحمر لحتى أنتوا تحطوا الثلاث خيارات اللي أنتوا بدكم إياهم. There are many على طول، بما إنه there are هناك مجموعة كثيرة من، إذن بدي أستعمل إشي للمجموعة، وهي كلمة fruits أصل جمع بتأكد لي إني أنا لازم أستعمل kinds of fruits. This على طول this بستعمله للمفرد بدون ما أعرف شو الجواب، لازم أسف بدون ما أعرف شو الاسم. This type of style suits you، هذا النوع من اللبس بناسبك. إذن type of بستعمله لأني أنا عمالي بحكي عن إشي مفرد. هلأ إن شاء الله بدي أعمل لكم سكرين لباقي الأجوبة، وفي عنا كمان إنه ممكن أستعمل kind of أو sort of أو type of نفس المعنى، بس وجود أس الجمع أو عدمها. بالنهاية يا خامس بستعمل type of kind of sort of، لازم يكون وراهم لما بدي أحكي عن أنواع معينة من الأشياء أو الأوبجكتس، بس على شرط type of kind of sort of يكون وراها اسم singular، types of أس الجمع، kinds of أس الجمع، sorts of أس الجمع، على طول لازم يجي وراها اسم جمع. لهيك بنكون أنهينا الوحدة الرابعة. رح أبعث لكم سكرين لكل الحلول الواردة. الله يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.